يلا فادي. في وحدة عم بتردع ابنها فدخل علي جارة قالت له أول ما شفته قالت له أوف حميتك شو بتحبك. أبو العبد راح على الصيد. سوري ضفيرك زرق ما هي؟ أوكي. أبو العبد راح على الصيد، هو بالغابة بده يصيد، شاف أسد واخذ معه خردة أبو العبد، حطوا للأسد تبوس عليه بركي صابه، قوس عليه ما صابه، رجع الأسد لعنده قال له شو؟ قال العبد شو؟ قال له يا بيكلك يا بدقك. قال له عبد كيف؟ أبو العبد. قال له ما في هيك. قال له لا دقني لك دق. وراح أبو العبد جاني المعصب، رجع تاني نهار جايب معه بومبكشن، ضرب اثنين ما صابه، رجع لعنده قال له شو؟ قال له عبد شو؟ قال له بروم برم. راح ابو العبد بطل يساله. اجى ثالث يوم معه رشاش يرش بهالاسد ما يصيبه، اجى عنده اسد قال له بدي اسالك سؤال، قال له شو؟ قال له انت جاي تصيد ولا جاي تندق؟ في اثنين مجوزين بعد 20 سنه من الجواز قاعدين حد بعض على التخت وطافيين الادويه والتيفي، بلش في دسدسة لمرته، برمت هي هيك تفاجأت انه مش على عادته انه بعد 20 سنة صار يدسة، بلش برقبتها يملحس لها على ايديها. شو هشام؟ ايه على بطنها هي مبسوطة وراح تنام. رقبتها بطنها دغري ما رقبتها ايديها رقبتها بطنها نط ايديها بطنها. ايه ما فينا شورت كات، ما المخرج بعده منبهنا. ايه لا المخرج بيكون فوق بطنه وايديه وكل شيء. المخرج خلص ولا سيجاره على بطنه، نزل على بطنه على اجريها. سوري بس انت بتعرف انه المخرج مرته المعده؟ بتعرف انت ايه؟ على اجريها على فخاده بس بالاوبي فان بلا ضجه مخرج. بليز عنا تصوير. سوري فادي. صار على فخاده، بين فخاده عم بملحس وقف، برمت لعنده هي بصوت على الحنين وهيدا وبحب، قالت له كثير حلو بس ليه وقفت؟ قال لها سدي بوزك ونامي لقيت الريموت. يلا فادي قلت لي عندك وحدة حلوة. ايه ارز بتحكي يلا فادي قلت لي عندك وحدة. ايه فاتشي بعدين فاتشي بتاعت له فاتشي عم بغنجو اسمه فادي. بتحب الطواز شو عم تعمل؟ ايه عم بتغنج. بتحب الطواز فاتشي. ايه فاتشي. في اثنين راح على شهر العسل قعدوا وياه بالاوضه، قال لها حياتي شو بدك تتغدي؟ قالت له بدي سكس. قال لها اوكي عملوا سكس. اجى وقت العشاء قال لها حياتي شو بدك تتعشي؟ قالت له سكس. عملوا سكس نامت. فات الصبح هيدي لقيت جوزها واقف بالشمس مزلط واقف عم بتطلع هيك بالشمس، برمت عليه قالت له حياتي ليه واقف هيك مزلط؟ برم عليها قال لها عم سخن لك الترويقه.